السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ماخذ قرض سكن بنيت به دار، كيف نموت؟ كيفاش البنكة فك الدار وصغاري في الشارع؟ معناه تفكرك الدار من المامون كي تفوك به. ساعة لطف عليك من الموت، وإن شاء الله ربي يطول في عمرك وتخلص القرض وتعيش حياتك ولا محال الأعمار بيد الله. به به سيدي، الموضوع ده راني جاوبت عليه برشا مرات. وكل إنسان ياخذ قرض مهما يكون القرض، شهر هو مش شهر، كوميرسون مش كوميرسون، نتاع دار نتاع كهرباء نتاع بني نتاع كل شيء، راهو يعمل معاه اسيورونس. اسيورونس في على القرض هذاك، معناها الاسيورونس في على القرض هذاك بالعمل هكا، هو يزيد يلاحظ اللي هو راهو زاد خلص فلوس على القرض هذاك تابع الاسيورونس. معناها باش وقت كي يموت الانسان هذاك في الحاله هذه بركه الاسيورونس هي تتكفل، وقت اللي يموت الانسان هذاك الاسيورونس هي اللي تتكفل بخلاص القرض من وقت اللي مات. مع العلم فما شروط زاده، معناها مش واحد ينتحر ياخذ قرض وينتحر، ولا واحد ياخذ قرض ويشرب الدواء، والا هو مريض كما قلت لكم مرض مزمن ولا لطف عافاك الله مرض خايب شو ياخذ قرض. هنا بعد راهو نمشيو في الكلمه نتاعك، معناها البنك باش ياخذ دار، فما كيستيونير باش تجاوب عليه، فما تحاليل باش تعملهم كان تفوت ال 100 مليون مثلا، دونك هنا الكيستيونير باش تجاوب عليه بصحيح، تحاليل باش تعملهم بصحيح باش تاخذ قرض. دونك اي واحد غدا قرض وكان باش يموت ولا حاجه، راهي الاسيورونس هي اللي تتكفل بخلاص القرض. معناها هنا لا يطردوا ديارك، لا يطردوا اولادك، لا يطردوا حتى حد، نورمالمون هذا هو البروسيدور. مهما يكون النوع نتاع القرض، مهما يكون من حتى 500,000 حتى كشي المليار، كله فيه اسيورونس. فهمتني؟ فما حالات ما يعملش فيهم الاسيورونس الانسان، فما حالات بعض الحالات مثلا يبدا الانسان كبير 60 سنه وباش ياخذ قرض ب 200 مليون هو لابس عليه، يقول للبنك انا ارهني يا خويا البنك كان مت برا بيع الدار. حالات وما يوافقوا عليها كان بعد وين معناها مش سهل باش يوافقوا عليها المديرين والاداره العامه توافق عليها كل شيء، اوكي؟ دونك نورمالمون لا يطيشوا لك صغارك لا شيء. المهم الجماعه اللي باش تاخذ قروضات حاولوا في الكيستيونير تاع الاسيورونس ما تكذبوش، معناها تقولوا الحقيقه باش هنا الاسيورونس مو نزيدوا تخلصوا ازيد شويه فلوس، والا ولا هنا من الاول فما صراحه يوافقوا لهم ولا لا. ان شاء الله كنت فسرت لكم الموضوع بالكدا ان شاء الله.